الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، كبرت كبيرا وعظمت عظيما، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بين يدي الساعة من يؤت الله ورسوله فقد رشد، ومن ياسهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام آخرها لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسخ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام آخرها لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المعراج المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى يوم الجمعة 100 مرة جاء يوم القيامة معه نور، لو قسم ذلك النور بين الخلق لوسيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام آخرها لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسخ، خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أي العمل الأفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج المبرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل. فيا أيها الناس، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد خديم مالك بر رؤوف رحيم رب حليم.
الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد على حملة عرشك وعلى جميع ملائكتك أنك أنت الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بحر أنوار.